قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات سلام مع زعماء طالبان بعد تبني الحركة تنفيذ هجوم كابول، والذي تسبب في مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي. وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر أنه ألغى اجتماعا سريا كان سيجمعه مع الرئيس الأفغاني وقادة حركة طالبان في كامب ديفيد، مشيرا إلى أن قادة الحركة الذين لم يكن باستطاعتهم وقف إطلاق النيران لن يكون لديهم قدرة على التفاوض على اتفاق جاد. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان للوفاء بالتزاماتها في محادثات السلام. وأضاف بومبيو في مقابلة تلفزيونية أن واشنطن لن تقلص الدعم لقوات الأمن الأفغانية التي تقاتل بكل قوة هناك. وللمزيد يضم إلينا هاتفيا من نيو جيرسي الأمريكية السيد هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي. سيد هاشم، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا يا فندم. يعني في البداية، هناك دائما هذا العراك السياسي بين الحكومة والرئاسة الأفغانية وحركة طالبان بكل تأكيد، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية شرطية العالم، والخلاف الأكيد والواضح مع داعش، والخلاف الواضح والأكيد بكل تأكيد مع طالبان. لكن هذه المرة بعد أن حدث التفجير الأخير من قبل طالبان الذي تبنته طالبان، صعدت الولايات المتحدة من ردها، وكأن هذا التفجير هو الأبرز لأنها فقدت فيه جندي أمريكي، متناسية عدد التفجيرات التي سبقت في الشهور الماضية التي تبنتها طالبان أيضا. ولا هو في الواقع طبعا الموقف الموجود هناك موقف صعب جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك خطة واضحة تماما للاستمرار أو للجلاء أو للخروج من هذا الموقف. هي ترغب في عملية وجود اتفاقية، والاتفاقية بالتالي تلزم طالبان طبعا عدم وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه ترغب الولايات المتحدة في وجود قاعدة أمريكية تستمر في أفغانستان. في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لها دروع أخرى غير طالبان موجودة في هذا الموقف، وبالتالي لا ولن يتم لا الآن ولا في المستقبل حل هذه المشكلة إلا كان هناك التفاوض مع طالبان وحل المشكلة حل جذريا، وهو عملية الجلاء، أو على الأقل أن يكون هناك نوع من الاتفاق يضمن وجود السلام بين الطرفين. وهذا الموضوع كما تعلم الولايات المتحدة حاليا ترغب حقيقة في الخروج، لأنها موجودة بتصرف بلايين الدولارات بدون أي هدف من الأهداف الموجودة في أفغانستان، ما عدا هدف واحد يبقى فيه قاعدة عسكرية موجودة على أساس التعارف أن خط الصين وأوروبا الدول الأخرى ممكن يمر، ولكن أفغانستان هي العقبة في هذا المكان. فهناك يعني مواضيع أخرى قد تظهر على الخريطة، إنما في الأول وفي الآخر لابد من التفاوض مع طالبان تماما لحل هذه المشكلة بصورة أو بأخرى. على الجانب الآخر، هناك تعليق من قبل مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن إلغاء هذا اللقاء السري بين القيادة الأمريكية والقيادة الأفغانية بحضور طالبان. يعني هل هي مداعبة من قبل أشرف غني لإعادة هذا اللقاء مرة أخرى حتى وإن لم تحضر طالبان؟ هو طبعا بالطبع، لأن كما تعلم يعني طالبان لها قوة عسكرية بصورة أو بأخرى، وبالتالي كل طرف يتمسك بشروطه، وفي الموقف الأخير من هو المنتصر كما يقولون، أو من هو الذي له سيكون له الكلمة العليا في هذا الموضوع. فوجود طالبان وعدم قدرة الولايات المتحدة والقوات الأفغانية على تدميرها أو تدمير مواقعها على الأقل بيفرض عليها لابد أن تكون هناك تفاوض مع طالبان بالتأكيد. وبالتالي طالبان لها شروط، إذا لم يتم مثل هذا الحل سيستمر هذا الموضوع لسنوات أخرى.
السيد هاشم كريم عضو الهيئة العليا للحزب الجمهورية الأمريكي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيوجيرسي الأمريكية.